موضوع المحاضرة اللي هو interval graph color. على interval graph color مسألة interval graph color. الآن المسألة اللي إحنا درسناها هي activity selection. activity selection إنه عندي مجموعة من الاكتيفيتيز أو خليهم محاضرات، وكل محاضرة بحدد الستارت تايم والفينش تايم تبعها. وعندي قاعة واحدة، والهدف تبعي إنه في هالقاعة أحط أكبر عدد ممكن من الاكتيفيتيز. هذا كانت المسألة اللي درسناها، وحليناها باستخدام الجريدي الجوريزمز. الآن المسألة اللي ممكن تكون عملية لها قيمة أكبر، إنه عندك activities بتروح إلى start time and finish time، بس عندك مجموعة من القاعات، أوكي، وبدك تعمل scheduling لكل الاكتيفيتيز كلياتهم بإيش؟ إيش تتوقع؟ بأقل عدد من القاعات، إذا عندك activities وعندك مجموعة من القاعات وبدك تعمل scheduling لكل هالاكتيفيتيز، يعني في الامتحانات مثلا إحنا عندنا امتحانات، افرض حددنا الوقت أوقات الامتحانات بدنا نعمله بأقل عدد من القاعات، نستخدم أقل عدد ممكن من القاعات. فكيف ممكن نحل المسألة؟ خلينا ناخذ مثال. لو فرضنا هون example، ناخذ مثال صغير نسبيا، 1 4 4 8 2 5 6 7. ايش هذول؟ هذول هم الاكتيفيتيز. اذا عندك الاكتيفيتي الاولى هاي A1 هاي A2 هاي A3 وهاي A4. عندك اربع بس، عندك اربع اكتيفيتيز، واحدة يعني بتبدا من الساعة 1 بتخلص على 4، هاي بتبدا على الساعة 4 بتخلص على 8 وهكذا. كيف بدك تعمل لهم سكيدولينج بأقل عدد ممكن من القاعة؟ على الآن طبعاً أكيد المثال البسيط هذا لو قلت لكم يعني كمثال جست تحل الإكزامبل، الأوبتيمال سوليوشن واضح. إيش الأوبتيمال سوليوشن هون؟ A1 و A2 تحطهم من قاعة، و A3 و A4 في قاعة، محلول. رح بدناش نحل المثال، بدنا ألجوريثم دائماً يظبط، دائماً يعطينا أقل عدد ممكن من القاعات. شو الألجوريثم اللي ممكن يعطينا اقل عدد ممكن من القاعات؟ تفضل. اطلع انه اجمع كل المحاضرات اللي ما تعارضوا مع بعض. واللي تعارضوا نفس الوقت. كل المحاضرات اللي ما بتعارضوا. كيف بتعرف كل المحاضرات اللي ما بتعارضوا؟ ايش يعني المحاضرات اللي ما بتعارضوا؟ كيف بتعرفهم؟ فينش تايم تبع الاولى. قبل ستارت تايم تبع الثانيه. بتجمعهم كلهم قاعة، واللي بيستعرضوا في قاعة لا، المفروض اللي ضلوا برضه بيتعرضوا. برضه مين قال لك انه بس قاعتين؟ ممكن تحتاج ثلاثة، ممكن تحتاج أربعة. طب هلا لو جينا طرحنا ألجوريثم بسيط، قلنا لكم استخدم الأكتيفيتي سيلكشن ألجوريثم اللي درسناه، كيف ممكن أستخدمه في حل المسألة؟ كيف؟ إنه أول مرة نعمل أكتيفيتي سيلكشن فبيعطينا أول قاعة، ممتاز. إذا هو ممكن نحل هاي المسألة بإنه نعمل الأكتيفيتي سيلكشن مالتيبل تايمز. يعني هون خلينا نحكي ألجوريثم رقم واحد دو أكتيفيتي سيلكشن مالتيبل تايمز until all activities have been assigned to rules or scheduled. اوكي، هلا هذا الحل للاسف ما بعطينا الحل المثال، ما بعطينا الحل الاوبتيمال سوليوشن دائما. المثال اللي قدامكم هو كاونتر اكزامبل. If we apply to this example، هلا apply to the above example،
شو راح يعطينا؟ هلا باجي باخذ اول غرفه بقول روم 1، ايش راح يحط فيها؟ طبعا بتاخذ المينيمم فينش تايم، باجي على المينيمم فينش تايم مين؟ اي 1، بحط اي 1. الان حسب المينيمم فينش تايم بروح على مين؟ على اي 3. اي 3 ما بتزبط. حسب الفينش تايم بدي اروح على اي 4. ماشي؟ إذا هو أعطاك A1 و A4 بدل حياتنا روم 2 روم 2 بياخذ A3 روم 3 رح أحط فيها A3. إذا لو أخذت الأكتيفيتي سيلكشن وكررته كذا مرة، إيش الفكرة؟ إنه أجي على روم 1 وأحط فيها أكبر عدد ممكن من الأكتيفيتيز، فبروح بختار واحد لأربعة، بعدين باجي حسب المينيموم فينش تايم على A3، A3 بتتعارض ما بقدر أروح فيها، بيجي على A4، A4 بتتعارض، بس بحط A1 و A4 جوا، بعدين خلص ما بقدرش أحط شيء ثاني جوا، فبيجي بقول لك بدي كمان روم جديدة، بحط فيها بطلع على المينيموم فينش تايم في اللي ضلوا، طبعا مين اللي ضلوا؟ اثنين وثلاثة، بيجي على ثلاثة، المينيموم فينش تايم تبعها خمسة، فبحطها. الآن بتطلع مين ضل؟ ما ضلش إلا اثنين، لكن اثنين بتتعارض مع ثلاثة، فما بقدرش أحطها بروم 2 فبحطها بروم 3، فهو بكون هيك استخدم 3 rooms. 3 rooms which is not optimal. طيب هلا مين بيفكر لنا يعني فكره الالجوريثم دائما بضبط، دائما بعطيك الاوبتيمال، دائما بعطيك اقل عدد ممكن من القاعات، في حدا عنده فكره؟ تفضل. بتخرج على الفينش تايم والفيرست تايم الستارت تايم تبعي. طيب فينش وستارت، بعدين؟ بعدين بنلاقي اقرب فرق بينهم. بس اي اكتيفيتي اصلا يعني شكلت على اي اكتيفيتي ابلش فيها من اول؟ حسب الاقل فرق بين الفينش والستارت. الديوريشن؟ لا هي الديوريشن ما نفعتنا في الاكتيفيتي سلكشن فما بتنفع معنا. الفرق بين الفينش مثلا اكتيفيتي 1 والستارت اكتيفيتي 2. الفرق بيناتهم؟ يعني صعب مش شايف كيف انه ممكن تفضل. يمكن ندور على مينيمم ستارت تايم بس بدون ما يكون في تعارض. طيب نبدا على نبدا اول شيء من A1 بعدين A3 في تعارض نروح على A4 بالضبط على A2 قصدي بعدين نفتح روم ثاني يعني تظبط على هذا المثال مينيمم ستارت تايم مش واضح الالجوريثم يعني ايش عمل؟ يعني ممكن ندور على A1 وروم 1 اوكي بعدين بتروح تدور على مينيمم ستارت تايم اللي بعده بدون ما يكون في تعارض المينيمم ستارت تايم اللي بعده اللي هو A3 بس في تعارض ما بنقدرش نحطه. طيب بفتح لها روم لحالها. لا ما انا بطلع نفس الروم بدور على المينيمم ستارت تايم اللي بعد A3. ما يكونش في تعارض بلاقي A2. طيب A2 بحط A2. احنا بندور فيش في كل الباقي في تعارض فبنفتح روم بعدها. طب بعد ما نفتح روم بعدها كيف بتعرف بالاخر شو عدد الرومز اللي بدك اياها؟ يعني برضه بسوي كمان مينيمم ستارت تايم وبشوف وانت بس بدك تحسب عدد الرومز. تحدد عدد الرومز عن طريق انه نعمل عن طريق انه نرتبهم فليش ما نعملها مره واحده يعني بتحكي الاول بنحدد شو بدنا نحط بروم 1 بعدين نحدد روم 2 بعدين ليش ما تلعب فيها مره واحده؟ انا قصدي كل روم 1 مثلا مينيمم ستارت تايم مثلا اللي هي ايوه بعدين ندور على الستارت تايم الاقل شيء بعده بدون ما يكون في تعارض اللي هو 1 اي 2 بالضبط في كمان شيء بنحطه ما بضلش في كمان شيء فبنفتح روم 2 نفس الفكره ماشي ماشي بس احنا يعني هيك اللي انت بتحكيه يعني رح يكون عندك مراحل يعني كل مرحله بتعبي غرفه ليش انت ما تعمل بمرحله واحده تعبي كل الغرف مره واحده؟ طب خلينا نشوف تفضل هو شو نحدد كم غرفه بدنا اياها؟ بعدين لا ما هيك بتحدد السؤال ما انت كم غرفه بدك اصلا عشان تعمل ابلاي يا ريت لو اعرف هو هذا اللي بدور عليه هذا هو الحل انا بدي اعرف قديش اقل عدد من الغرف حتى 200 لا
هو انا بدي اوصل له بتاعك بدي اشتغل على كله هاي بتحط بتشوف الستارت تايم والستارت تايم اللي فيهم تعارض كم واحد فيهم بينهم تعارض بتحط كل واحد بغرفه بالاخير بعدين بتصير تشوف انه الفينش تايم اقل شيء بينه وبين الستارت تايم الواحد الثاني وانت هلا حكيت جمله يعني ثمنها غالي جدا يعني بدي اعرف اكمل اكمل اكتيفيتي في بيناتهم تعارض انا اوريدي اللي حكيته هذا ان سكوير يعني اوريدي طلعت للان سكوير مجرد انك تحكي يعني كم اكتيفيتي في بينهم تعارض بدك تقارن كل اكتيفيتي مش كل الاكتيفيتيز الثانيه ولا بدنا نعرف انا كل خطوه بنقترحها بنشوف قديش ثمنها هذا الالجوريزمز انا الخطوه اللي انت حكيتها ثمنها ان سكوير لحالها لا انا بدي شيء ارخص من هيك يعني هيك في اشياء خالص تفضل عبد الله عبد الرحمن بطبقه مع المينيموم فيش المينيموم ستارت تايم ناخذ اول واحد نحطه بروما هلا بنسجل انه الفينش تايم بتاعها 4 نروح على بعديها تكون A3 ما انه في تعارض نحطه بروما في بروما جديد وبعدها نسجل انه الفينش تايم 5 بروح على بعديها تكون A2 الستارت تايم ما بتعارض مع الروم 1 فبقدر احطه معها وبسجل انه الفينش تايم صار 8 ايوه بعديها على بعديها A4 ما بتتعارض مع الروم بتتعارض مع الروم 1 بتتعارض مع الروم 2 لانه صار تايم اقل من 8 بس اكبر من 5 فبحطها بروم 2 يعني الى حد ما هاي هي الفكره يعني هذا هو جوهر الحاجه اني بمشي على الرومز من حيث حسب الستارت تايم اذا بتتعارضش مع اي روم من ما بتتعارضش مع اي اكتيفيتي من الاكتيفيتيز او اذا في روم استعملت قبل هيك ما بقدر احط في روم استعملت قبل هيك وخلصت منها الاكتيفيتي اللي كانت فيها خلصت منها يعني استعملت ولكنها حاليا افيلبل يعني معنى اخر انك لما تيجي عند التايم بوينت 4 بتكون الاكتيفيتي 1 خلصت من الروم الاولاني صارت الروم الاولاني ايش؟ فاضي فساعتها بتكون فري فانت فكره الالجوريثم انه يو كيب تراك اوف ذا رولز انه في عندك فري رولز وبيزي رولز وانك تمر على الايفنتس اللي بتصير حسب الترتيب الزمني هلا انا هون عندي اربع اكتيفيتيز في عندي ثمانيه ايفنتس ايش هم الايفنتس؟ الايفنت الاولاني هو الستارت تايم تبع A1 الايفنت الثاني هو الفينش تايم تبع A1 الايفنت الثالث اللي هو الستارت تايم تبع الثانية هذا الفينش تايم تبع الثانية الستارت تايم تبع الثالثة والفينش تبع الثالثة الستارت تايم تبع الرابعة والفينش تبع الرابعة اوكي هلا انت لو فكرت فيهم كايفنتس اشياء بتصير اول حدث بصير عندك انه بتبدا الاولى شو ثاني حدث؟ لا بتبدا الثالثة من حيث الزمن اذا فكرت فيهم حسب الترتيب الزمني حسب الترتيب الزمني اول حدث بصير اول ايفنت بصير انه الاولى بتبدا الحدث اللي بيجي بعده مباشره من حيث الزمن هو انه الثالثه بتبدا الحدث اللي بصير بعده زمنيا بتخلص A1 وبتبدا A2 اوكي هلا انا حتى الالجوريثم تبعي يعطيني اقل عدد ممكن من القرارات بدي اعتبر انه تخليص A1 قبل بداية A2 بحيث انه لما اجي على بداية A2 تكون الروم هاي فاضي يعني لما يكون في واحد بتخلص واحد بتبدا عند نفس النقطة الزمنية بعالج نهاية الفترة في الأول حتى تفضي لي غرفة بعدين لما هاي الغرفة ممكن أعيد استخدامها أوكي فالآن خلينا ناخذ هذا الحكي بالتفصيل يعني بس حكيت الفكرة هذا التفصيل ممكن نفكر فيها كالتالي هنا الايفنت راح يكون S1 بعدين S3 بعدين F1 بعدين S2 بعدين مين بيجي من حيث الزمان؟ F3 هنا F3 بعدين S4
F4 F2 وبعدين F2 ماشي الحال. هنا بدي احط هلا القاعات في البداية بدي احط عندي الفري ليست. الفري ليست راح يكون فيها في البداية هنا قبل ما ابدا هاي عندي الفري ليست فيها كل الرومز. هلا كم روم اكبر عدد ممكن من الروم ممكن احتاجه؟ اكيد اربعة. مستحيل احتاج اكثر من اربعة يعني in the worst case كل واحد بغرفة. اذا عندي four rooms free وهنا ال busy rooms مبدئيا ولا واحدة. وهنا عندي خلينا نحكي الاساينمنت ولا حدا اساين. هلا ايش باجي على الاس 1؟ اكيد اول وحده راح اعطيها اول روم فراح تصير روم 1 بيزي بتطلع من الفري ليست. واضح؟ يعني الروم رقم 1 صارت بيزي وبطلت الفري وبدي اعمل انه الاكتيفيتي رقم 1 انحطت في الروم رقم 1. هي يعني معناتها انه الاكتيفيتي الاولى حطيتها بالغرفه الاولى. الان اجت عندي اس 3 بلد وحده جديده. اوكي؟ بدي اعطيها روم جديده لانه الروم رقم 1 بيزي. فبدي اعطيها روم رقم 2. فالان صار عندي روم 1 وروم 2 بيزي. روم 3 وروم 4 فري. صار عندي A1 انحطت بالروم الاولى. و A3 لاحظ انحطت في الروم الثاني. كل معي؟ كل معي؟ طيب الان خلصت عندي الاكتيفيتي رقم 1. خلصت الاكتيفيتي رقم 1 اذا شو بصير؟ صارت الروم رقم 1 فري. روم رقم 1 صارت فري فضيت ولسه الاساينمنت نفسها A1 R1. لو انا حسب اذا بدك تحط يعني الاساينمنت انه انا ممكن تحط انه بس A3 R2 يعني هو اللي حاليا عندك انه A3. وطبعا هاي الاساينمنت بتستمر خلص هاي حطيناها في روم 1 او هون احنا عملناها اول مره ماشي. هلا خلصت عندك او بدات عندك رقم 2 الاكتيفيتي رقم 2 بدك تحطها بدك تحطها بروم 1. هلا 1 و 3 و 4 هلا الشطاره انك تحطها بمين؟ بروم 1. نعم لانه ليش؟ اقل اكبر عدد روم لانه روم 1 استخدمت قبل. اذا لازم يكون عندك طريقه انك تعرف انه روم 1 استخدمت قبل. انه ايش؟ باخذ هذا الرقم ولما ارجع بدي اخذ باخذ اقل رقم دائما من يعني اقل قيمة يعني استوعب انه هي اول رقم اذا هي افيلبل بعدين برتبه ترتيب برتبه ترتيب بس هيك بدي اخذ ادور ستارك ايوه روز بستارك صحيح هي اقرب فكره لحل الصيف فكره ستارك صحيح انك تحط يعني تحطها هاي انك تطلع على اخر شيء نحط على الفريلز او بمعنى اخر ممكن ما تعملش ستار تعمل ليست لكن دائما اللي بيكون بيزي بصير فري لما يصير فري تحطه على راس القائمه اون توب اوف ذا ليست عشان لما تيجي تدور دائما تلاقي تكون الاولويه الشيء اللي استخدم قبل ففكر فيها كليست وحطينا الار 1 في بدايه الليست. اذا هون وهي نقطه مهمه بالالجوريزم انه الار 1 هي اللي راح تستخدم. هاي نقطة مهمة جدا في الالجوريثم. فصار عندي A3 في روم 2 وصار عندي A2 في روم 1. اوكي؟ طيب الآن خلص عندي مين؟ رقم 3 خلصت. إذا رقم 3 خلصت معناته مين الروم تبعتها؟ روم 2 رجعت فيه فبحطها على رأس القائمة. اوكي؟ عشان لما أحتاج روم بعديها أستخدم أعيد استخدام روم 2 مش أفتح روم جديد. واضح؟ فالان روم 1 هي الوحيده اللي بزين
موجود فيها ايه؟ طبعا الان بدا عندي مين؟ الاكتيفيتي رقم 4. الاكتيفيتي رقم 4 بدها روت، مين بعطيها؟ بعطيها روت. اذا هنا A2R1 A4 اكتيفيتي رقم 4 بعطيها روت نمبر 2 بعيد استخدامها. بعد هذه الحركه صارت R3 وR4 فري، والبيزي R1 وR2. طبعا الان مين راح تخلص؟ راح تخلص رقم 4. رقم 4 اللي هي موجوده بغرفه رقم 2، فراح ترجع غرفه رقم 2 فري R2 R3 R4 هنا R1. هنا راح تصير عندي A2 في R1. اخر حدث هو انه A2 بتخلص، فبرجع عندي R1 R2 R3 R4 هنا ولا حدا، مش حدا بيصير هنا، ما في اصلا. اوكي، اذا فكره الالغوريثم اني بحول بكون مجموعه من الايفنتس، والايفنتس هذول برتبهم حسب الزمن، حسب الترتيب الزمني، مين الحدث اللي بيصير بالاول، مع مراعاة انه دائما بدي اعمل بروسيسنج للفينش قبل الستارت والستارت قبل الفينش. يعني اذا حدثين بنفس اللحظة الفينش قبل الستارت. ليش الفينش قبل الستارت؟ عشان يفضل بالضبط، عشان يفضل لي غرفة. دقيقة بس اكمل. فاذا هاي هي الفكرة وبنمشي فيهم. اذا في غرفة كانت مستخدمة قبل هيك راح استخدمها، مش حاطها على راس الليست، فأنا بعيد استخدام الغرف اللي استخدمت قبل هيك. إذا ما فيش ولا غرفة استخدمت قبل هيك مضطر إني أستخدم روم جديد. تفضل. لو استخدمنا تغيير مثل تايم لاين لكل روم أسهل من هيك. لما نبلش التايم لاين واحدة بعديها إذا إجيت على أكتيفيتي وما لقيتهاش وزعة بعد التايم لاين الثاني. كل مرة بدور إذا في وزعة بالأولى بعدين ثانية بعدين. وانت بتحكي اسهل من هيك، بس انت ما شفتش شو الاسمبتوتيك كومبلكسيتي للالجوريثم، يعني احنا لسه ما حللناها. يعني انت يعني كيف تحكي انه في شيء احسن من لسه ما حللنا الالجوريثم، ما شفنا شو الاسمبتوتيك كومبلكسيتي تبعها. حكيت اسهل. كيف؟ ما حكيت احسن، حكيت اسهل. اسهل؟ اسهل من اي ناحية؟ انه اتبع شو اخر شيء خلص اخر شيء. طيب احكي ايش بالتفصيل، ايش بدك تعمل؟ بكون مصفرها انه الدنيا كلها متاحه، بعدين باجي عند اول اكتيفيتي وبحط واحد مكانه. بدك اري، بدك تكون غرفه اري ولا كل اكتيفيتي اري ولا اري واحد؟ الاري هي تايم لاين لروم واحد، اذا ما كفاني بفتح اري ثاني الثاني لروم ثاني. يعني هذا اسوء الاحوال انت فيه، انه اول مره ما لقيت لها وسع ولا ثاني مره، او بصير كل مره ادور لها وسع بالكل اللي فتحته. على الانترفيو بيطلع اسوأ من هذا. طب بس هو حوالي 24 يعني على حسب عدد الساعات. طيب حسب عدد الساعات، هلا يعني انت مفترض انه يعني عدد الساعات 24 كل الاعداد صحيحه. ممكن ما تكونش اعداد صحيحه، ممكن يكون في كسور. ان جنرال باي ذا واي احنا يعني ممكن ندرس الجوريثم معين على تطبيق معين. يعني في تطبيق معين تكون طبيعة الأرقام ممكن تكون انتجرز، لكن بتطبيق ثاني ممكن يكون يعني نفس المبدأ نفس المسألة، ولكن تطبيق different application يكون طبيعة الأرقام إنها ممكن تكون كسور، مش بالضرورة إنها تكون انتجرز. أنا بفكر بطريقة صح، يعني تفكير سليم، بس يعني برضه بدك تفكر بعض التفاصيل، يعني بعض تفاصيل الالجوريثم اللي انت بتحكي عنه. انت بدك تعمل لكل يعني لكل روم زي ريزرفيشن يعني او تايم لاين تشوف فاضي ولا مش فاضي. بس المشكله انك انت بدك تصير تعمل سيرش، يعني لكل اكتيفيتي بدك تقعد تدور في الغرف اللي موجوده. عدد الرومز هل في لها وسع بروم 1؟ لا.
اذا بدنا ندور على روت 2 هاي الشغله بتعطيك ان سكوير هاي عمليه السيرش هذا الان سكوير هو اللي احنا بنحاول انه نتجنبه ماشي بس ممكن على فكره هاي يعني مساله الريزرفيشن ممكن تحت شروط معينه ممكن انها تعطيك ممكن تعطيك حل افضل بس تحت شروط معينه يعني ممكن نتناقش فيها بعد المحاضره تحت شروط معينه ممكن تعطيك حل افضل من الحل بس بحالات خاصه تحت شروط معينه طيب مين عنده سؤال؟ طيب هلا السؤال اللي بطرح نفسه للمره الجايه رح نكتب الكود طبعا رح نحلل الالجوريثم يعني لسه ما خلصناش لكن بس شو اللي بيثبت انه هذا الحكي دائما محكم دائما رح يعطيك احسن حل ممكن يعني مين بيعطيني كل قاعده ترجع تستخدمها مش يعني مش ارجيومنت طويل ما فيه كفايه انك تثبت انه يعني مو الحل الاولاني اللي طرح مثلا انك تعيد الاكتيفيتي سيلكشن مو بعيد استخدام القاعده يعني هاي الجمله لحالها لا تكفي بدنا شيء اداء وليش هذا دائما راح يعطيك الحد الادنى مستحيل يكون في احسن منه يعني مستحيل يكون في عدد قاعات اقل منه لانه ما تفتح حروف جديده الا اذا ما كانت في ولا روم فاضي الى حد يعني ايش ممتاز يعني ممتاز انك تفتح بس بده شويه دقه كمان انه ايش يعني اني انا فعلا ما بفتح روم فاضيه الا اذا كانت الاكتيفيتي اللي انا عندها بتتعارض مع كل الباقيين يعني عمري ما بفتح روم فاضيه الا اذا الاكتيفيتي اللي انا عندها يعني اذا كنت انا عندي اكتيفيتي ام ما راح افتح لها روم جديده الا اذا كانت بتتعارض مع الاكتيفيتيز اللي من 1 الى ام ماينس 1 معنى الحكي انه عندي انا على الاقل ام كونفليكتس انه في عندي لحظه زمنيه معينه راح يكون فيها ام اكتيفيتيز شغالين بنفس الوقت اذا انا اي ويل نيد ات ليست ام رومز لانه عند لحظه زمنيه في لحظه زمنيه معينه هي اللحظه اللي انا عندها حاليا اللي اضطريت عندها افتح روم جديده هاي اللحظه في ام اكتيفيتيز شغالين بنفس الوقت فما في يعني طالما في ام شغالين بنفس الوقت بدك على الاقل ام من الرومز اوكي اذا ممتاز الفكره اللي حكاها سمير هي يعني جوهر الالجوريثم وهذا هو السبب اللي بخليه اوبتيمال اوكي اذا المره الجايه بكتب الكود بيعمل اناليسيس للالجوريثم